السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار الجديدة من قناة المكلا. والبداية نستهلها بأبرز العناوين. التحالف العربي يعلن إعادة تموضع قوته في عدن بقيادة المملكة العربية السعودية. هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي تؤكد التزامها بنتائج ومخرجات حوار الرياض. أكثر من 400 قضية جنائية يرصدها أمن المكلا خلال النصف الأول من العام الجاري. كانت هذه أبرز العناوين، وإليكم التفاصيل. أهلا بكم. وصل محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني إلى العاصمة المصرية القاهرة عقب زيارة قام بها إلى المملكة العربية السعودية، التقى خلالها بالقيادة السياسية والجهات المعنية في الحكومة لمتابعة قضايا المحافظة. وبدأ المحافظ جولته في القاهرة بالإطمئنان على صحة الدكتور خالد بلخشر عضو هيئة التدريس بجامعة حضرموت عقب العملية الناجحة التي أجريت له مؤخرا في مستشفى القصر العيني. وجرى تبادل الحديث حول الوضع الأكاديمي في المحافظة والمنجز الجديد الذي تحقق لحضرموت مؤخرا بتخرج أول دفعة من جامعة سيئون. وتمنى المحافظ الشفاء العاجل للدكتور بلخشر وموفور العافية والعودة للبلد لمواصلة نشاطه الأكاديمي والثقافي عبر مركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر. أعلنت قيادة قوات التحالف عن إعادة تموضيعها في العاصمة عدن لتكون بقيادة المملكة العربية السعودية وإعادة انتشارها وفق متطلبات العملية الحالية. وقالت قيادة التحالف في بيان لها نقلته وكالة الأنباء السعودية واس أن إعادة تموضع قواتها يأتي في إطار جهودها المستمرة لتنسيق خطط العمليات العسكرية والأمنية في اليمن وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية. وأشادت قيادة قوات التحالف بكل الجهود التي بذلتها القوات كافة وفي مقدمتها القوات الإماراتية وأسهمت في نجاح الخطط المعدة لتنفيذ المهام العملاتية بكل كفاءة واقتدار. وفي سياق آخر، دعا نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك الحكومة اليمنية إلى فتح صفحة جديدة وفق اتفاق الرياض وتوحيد الجهود لمواجهة الحوثيين. جاء ذلك عقب ساعات من دعوة وزير الداخلية أحمد الميسري الرئيس اليمني بالتمسك بالثوابت الوطنية وعدم مكافأة الانقلابيين والمتمردين على حسب وصفه. وفي إشارة إلى اتفاق الرياض الذي يتضمن إشراك المجلس الانتقالي الجنوبي في الحكومة وما يهدد بنسف الاتفاق الذي ترعاه دول التحالف العربي ويوضح مدى خيانة وزراء حكومة الشرعية. أكدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي على التزامها بنتائج ومخرجات اتفاق الرياض مقدمة شكرها وتقديرها للجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية وصبرها للوصول لهذا الاتفاق من أجل إحلال السلام. جاء ذلك خلال اجتماعها الدوري الأسبوعي بالعاصمة عدن. وثمنت الهيئة خلال الاجتماع الكبير الذي لعبته دولة الإمارات العربية المتحدة لإنجاز هذا الاتفاق، مشددة على ضرورة وقف التصعيد الإعلامي والعسكري الذي تمارسه الحكومة اليمنية وبعض قياداتها لزرع الفتنة والمناطقية وإثارة الفوضى والالتزام بالتهدئة التي توفر الظروف المناسبة للبدء في تنفيذ نتائج الحوار، مشيدة بدور الفريق التفاوضي الجنوبي الفاعل في الحوار ونتائجه التي تؤمن استمرار وجود المجلس الانتقالي الجنوبي كقوة فاعلة في المجالات كافة. كرم قائد قوات التحالف بعدن العميد الركن راشد الغفلي أبو محمد المناضل يحيى الشوبجي أبو الشهداء الثلاثة الذين سقطوا خلال تصديهم للحوثيين في جبهات شمال الضالع.
وياتي هذا التكريم استشعارا بالمسؤولية وتواصلا من التحالف العربي مع الفدائيين الجنوبيين الذين يقدمون تضحيات كبيرة في المعارك ضد الميليشيات الحوثية. وكان العميد الغفري وبحضور مدير أمن عدن اللواء شلال شائع، وفي لفتة إنسانية كرم أبو الشهداء الثلاثة نظير ما قدمه وأبناؤه من تضحيات في ساحات المعارك. أقدم محافظ أرخبيل سقطرى الإصلاح رمزي محروس عبر أطقم عسكرية على منع طائرة مدنية إماراتية من الإقلاع بالمطار حديبو بقوة السلاح. وقالت مصادر خاصة في مطار حديبو أن المحافظ محروس المحسوب على حزب الإصلاح قام بهذا التصرف لجر الأشقاء الإماراتيين لاشتباك مسلح مع أفراد مسلحين قام بإرسالهم، مشيرة إلى أن التصرف يأتي عشية التوقيع على مسودة اتفاق الرياض. ومن جانبهم وصف مسافرون هذا التصرف بالغير إنساني، حيث أصر على عدم إقلاع الطائرة من مطار سقطرى الدولي إلى أن تدخل قائد التحالف العربي في الجزيرة، ووجه بالسماح للطائرة في الإقلاع. وعبر المواطنون عن شكرهم وتقديرهم لقيادة التحالف العربي في سقطرى. عقد بمدينة الشحر اللقاء التشاوري الموسع لمقادمة وعقال ووجهاء قبائل الحموم برئاسة المقدم عمر بن حبريش العلي. وناقش الحاضرون المستجدات على الساحة الحضرمية والوطنية، مؤكدين وقوفهم إلى جانب السلطة المحلية بالمحافظة ودعمهم لجهودها في خلق الاستقرار وتحسين معيشة المواطنين ومعالجة كافة المشكلات التي تواجه ملف الخدمات. كما عبروا عن دعمهم لمؤتمر حضرموت الجامع في كل ما يتخذه من إجراءات تخدم الصالح العام وأمن واستقرار حضرموت. وتطرق الحاضرون خلال اللقاء حول عدد من القضايا الخدماتية والاجتماعية التي تهمهم ومناطقهم وحضرموت عامة. تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون بمعية مدير تربية مديرية برو ميفع قائد البهيشي سير العملية الدراسية في عدد من مدارس المديرية. واطلع الوكيل عبدون خلال جولته التفقدية على مستوى الأداء داخل حجرات الصف ودفاتر التلاميذ والطلاب وواجباتهم، حثنا الإدارات المدرسية على القيام بدورها في إيصال الرسالة التعليمية بشكل يرتقي إلى حجم التدخلات التي شهدتها مديريات المحافظة مؤخرا. وفي ختام الزيارة وجه الوكيل عبدون بتوفير عدد من الاحتياجات الضرورية لضمان سير العملية الدراسية بالمديرية وتطوير الأداء فيها. مواكبة لتطورات الحالة المدارية في بحر العرب التي تحمل اسم كيار، أصدرت غرفة الإرصاد الجوية والإنذار المبكر بحضرموت إشعارها الرابع مصنفة الإعصار من الدرجة الرابعة. وأوضح الإشعار إلى أن تحاليل الخرائط السطحية وصور الأقمار الصناعية إلى تحرك الإعصار المداري نحو وسط بحر العرب وحركة المركز إلى شمال غرب بحر العرب بسرعة 130 إلى 125 عقدة في الساعة. وأشارت غرفة الإنذار المبكر أن قطر عين الإعصار يبلغ 55 كيلومتر بغطاء سحابي وصل إلى 820 كيلومتر، مشيرة إلى أن تطورات الحالة خلال 12 ساعة المقبلة إلى تصنيفه إعصار من الدرجة الخامسة، وهي أعلى درجة في سلم الأعاصير والذي يعتبر مدمر، منوهة في الوقت ذاته إلى أن التأثيرات على بلادنا خلال الثلاثة الأيام القادمة. استضافت المنطقة العسكرية الثانية بقاعة الاحتفالات عدد من القيادات العسكرية ومستشاري قائد المنطقة العسكرية الثانية ضمن اللقاء الأسبوعي الذي تنظمه شعبة التوجيه المعنوي. وخلال اللقاء أثنى أركان حرب المنطقة العميد ركن عويضان سالم عويضان على دور التوجيه المعنوي والسياسي في أداء مهامها، كما ألقى العميد المستشار سالم باشادي محاضرة توجيهية عن دور الأجهزة الأمنية والعسكرية
في أداء الواجب، حث الأبطال قوات النخبة على التمسك بالأخلاق الحميدة والقيم النبيلة. من جانبه أشاد مستشار قائد المنطقة العميد سليمان بن غانم بجهود الأجهزة الأمنية والعسكرية في تثبيت الأمن والاستقرار، ومشددا بأن لا عودة إلى وضع النظام السابق بتواجد الأمن المركزي بين المواطنين. وأكد بن غانم في كلمته أن جنود النخبة هم صمام أمن وأمان للمواطن في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الإشاعات المحرضة ضدهم التي تصدر من جهات تريد المساس بقواتنا ووطننا هي فاشلة ولن تفلح في ذلك. ناقش لقاء اليوم في مدينة المكلا أوجه التعاون المشترك بين إدارات المكاتب التنفيذية بساحل حضرموت. وهدف اللقاء الذي ضم مكتب الواجبات الزكوية والإدارة العامة للسكرتارية الفنية والمتابعة وإدارة بحوث التنمية الإدارية والتدريب إلى تنسيق العمل المشترك وتوطيد العلاقات بين الإدارات ومناقشة تخصيص برامج تدريبية وتأهيلية للكادر الوظيفي بالإدارة العامة للواجبات ومكاتب التحصيل بالمديريات خلال العام المقبل، بالإضافة إلى تحديد أولويات التدريب لتعزيز وتفعيل دور السلطة المحلية لما من شأنه تعزيز الموارد المحلية بالمديريات والمحافظة وتعزيز مهارات الموظفين وتقوية قدراتهم وتفعيل جانب التدريب لدى إدارة بحوث التنمية الإدارية والتدريب. بلغت إجمالي القضايا الجنائية خلال النصف الأول من العام الجاري في إدارة أمن مديرية مدينة المكلا أكثر من 400 قضية. قناة المكلا زارت إدارة أمن المكلا ورصدت لنا التقرير التالي. نحو استقرار الأمن وتطبيع الحياة بالمدينة، جهود بذلتها إدارة أمن المكلا بكافة طواقمها الأمنية والإدارية خلال النصف الأول من العام الجاري ضبطت خلالها العديد من القضايا الجنائية. قناة المكلا حصلت على نسخة من إحصائيات القضايا الجنائية لإدارة أمن المكلا، وقد أوضحت الإحصائيات أن إجمالي القضايا الجنائية خلال النصف الأول من هذا العام بلغت 433 قضية، تم ضبط 374 جريمة منها، فيما بلغت القضايا التي أحيلت إلى النيابة 339 قضية. أما الهاربين فقد بلغ عددهم نحو 19 هاربا وست قضايا قيد البحث، وتم حل 22 قضية عبر الصلح. سجل البلاغ المواطن سواء من شفوي يعني بالتلفون أو مكتوب، وأعضاء البلاغ يعني يتم التحرك إذا كان بالتلفون يعني يخرج المناوب في مكان سجل البلاغ مثل الحالة هذه ويجيب جميع الأطراف ويدوم بلاغ كتابي وتدخل الإجراءات كاملة. وإذا كان يعني بلاغ يجيب بلاغ كتابي يسجل في البلاغ في سجل البلاغات، يدوم بلاغ يحال إلى قسم البحث الجنائي، البحث الجنائي يحال التحقيق، التحقيق يسجل البحث المحققين الشباب ويأخذ أقوال المبلغ وشهوده، وبعدين يجيب المجني على المتهم وتكمل الإجراءات يحال الملف النيابة. الكم الهائل من القضايا كانت تتلقاه إدارة الأمن بشكل بلاغات من قبل المواطنين وعمليات المحافظة عن حدوث حادثة معينة، وتقوم باتخاذ الإجراءات الكفيلة والحلول المناسبة في البلاغات حتى تتمكن من ضبط الجناة. جزيل شكر للدولة الإمارات العربية المتحدة في دعمها السخي للأمن وتثبيت الأمن في حادث حضرموت الساحل. والله المواطنين يعني حثهم من يعني الإبلاغ عن الجريمة في أسرع وقت. وفي ظل وجود بعض الصعوبات التي تواجه منتسبو أمن المكلا في أداء واجباتهم، تبقى الأقسام المختلفة بإدارة الأمن التي تبذل جهود حثيثة ومتواصلة إلى جانب الدعم المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة عوامل مساعدة لهذه النجاحات التي تحققت خلال النصف الأول من هذا العام. أطلقت شرطة السيد بساحل حضرموت حملة مرورية وأمنية لضبط الدراجات النارية المخالفة لقواعد السير وأداب المرور في مدينة المكلا.
وتهدف الحملة التي شارك فيها شرطة الدوريات والقوات الخاصة وأمن المكلة إلى إجبار سائقي الدراجات النارية على الالتزام بقواعد وآداب المرور وللحد من الحوادث المرورية التي تتسبب بها الدراجات وينتج عنها وفيات وإصابات خطيرة قد تصل إلى عاهات مستديمة. وقال مدير شرطة السير العقيد معمر المجري أن الحملة ضبطت خلال اليوم الأول نحو 70 دراجة نارية مخالفة وتركزت في شارع 60 والديس وأمام الهيبر بالمكلة وستستمر حتى تحقيق كامل الأهداف المنشودة. تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز روكو بمدينة المكلة من القبض على عصابة تمتهن سرقة الدراجات النارية في منطقة بويش وروكب وخلف في أوقات متأخرة من الليل. ووضعت قيادة مركز روكب خطة أمنية للحد من هذه الظاهرة بتكثيف الدوريات الليلية الراجلة للأماكن التي شهدت وقائع سابقة، حيث ضبط رجال الشرطة مجموعة مكونة من 6 أشخاص من ذوي السوابق. وخلال مرحلة جمع الاستدلالات توصل الفريق الأمني إلى نتائج إيجابية في معرفة أول دراجة تم سرقتها في منطقة بويش، وكانت هذه الدراجة هي مفتاح الحل الذي تم عن طريقه معرفة بقية الدراجات المسروقة والتعرف على أجزائها، حيث بيعت على أجزاء وقطع تشليح، وضبطت الدراجة بكامل أجزائها من أماكن متفرقة ما بين مدينة المكلا وغيل باوزير. السيدات والسادة، بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، وهاكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أخبار. التحالف العربي يعلن إعادة تموضع قوته في عدن بقيادة المملكة العربية السعودية. هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي تؤكد التزامها بنتائج ومخرجات حوار الرياض. أكثر من 400 قضية جنائية يرصدها أمن المكلا خلال النصف الأول من العام الجاري. وبالتذكير بالعناوين مشاهدينا الكرام، نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة. حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.